بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم عجل لوليك الفرج. مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري. ستة أمور لا يقوم بها الزوج إلا إذا كان يحب زوجته. أولا، يحب الجلوس معها لأكثر من ساعة، يحب الجلوس معها فقط للجلوس، ليس لأن لديه مشكلة معينة ويريد أن تسمع منه، أو لديه أمر معين أو شيء يجب أن يتكلموا فيه حول مشكلات الأسرة والأولاد إلى غير ذلك. لا 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 لا، وإنما جلست مودة وألفة ومحبة كالجلسات التي كان يجلسها في فترة الخطوبة. هذه الجلسات في فترة الخطوبة إذا لم تستمر بعد الزواج واختفت، فإذا الزوج بدأ لا يحب زوجته، انطفأ هذا الحب، انطفأ، يعني انتهى، ذهب هذا الحب. فإذا كما قال النبي صلى الله عليه وآله: إن جلوس المرء مع عياله مع زوجته أفضل من عبادة شهرين في مسجدي هذا، على الأقل ساعة في اليوم ليس فيها مشاكل والحديث عن أمور الحياة وإلى غير ذلك، إنما جلسة الحب والمودة والألفة. هذا واحد. اثنين، عندما يرجع إلى البيت ليس للراحة، وإنما هو مشتاق لرؤية زوجته، مشتاق لرؤية أولاده، كما كان يفعل في أيام الخطوبة. عندما كان يقدم من عمله فكان يذهب إلى بيت خطيبته، فهو ليس ذاهب إلا لأنه قد اشتاق لرؤيتها واشتاق للجلوس معها، وبعد الزواج يشتاق لأولاده. هناك رجال إنما يرجع للبيت للراحة، يريد أن ينام، يريد أن يعني يتخلص من جهود العمل. ولكن هناك زوج لا، تكون هذه القضية ثانوية، ولكنه إنما يرجع إلى البيت لأنه قد اشتاق لزوجته، اشتاق لأولاده. كذلك النقطة الثالثة هو التضحية لأجلها، هو يضحي بكل شيء لأجلها، يضحي براحته، يضحي ربما بسفرة مع الأصدقاء، يعني بسفره مع الأصدقاء، نزهاته مع الأصدقاء، دائما وأبدا هي في أول القائمة، زوجته وأولاده في أول القائمة. يعني بمعنى عندما تنتهي الواجبات التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليه لزوجته وأولاده، بعد ذلك يلتفت إلى أصدقائه وإلى واجبات أخرى إلى غير ذلك. نحن لا نتكلم الآن عن علاقته مع أمه وأبيه وأخوته وأخواته، لا 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 نتكلم، هذا كلام آخر. كيف تكون العلاقة متوازنة بين الزوج، عفوا، بين الزوجة وأهل الزوج، هناك كلام آخر، بحث آخر، إنما نتكلم عنه هو. هذا يدل على أنه ما زال يحب زوجته، إذا وضع زوجته في قمة الهرم، وبعد ذلك تأتي الأمور الأخرى، الأصدقاء والجيران والمعارف والتسلية والنزهات والسفر وإلى غير ذلك. يعني بمعنى يقدم زوجته على الجميع إذا كانت هناك سفرة، يقدم زوجته على الجميع إذا كانت هناك نزهة، يقدم زوجته على الجميع إذا كانت هناك سهرة عند الأصدقاء عند الكذا، لا لا، يقدم الزوجة، لقول أهل البيت عليهم السلام بأن المرأة أولى بذلك كله. يعني عندما قيل للنبي صلى الله عليه وآله: ما هو خير النفقة؟ قال: خير النفقة بأنك تنفق من مالك على جيرانك وأصحابك وعلى دابتك وعلى أهلك وأولادك، وخير النفقة وخير الوقت وخير الأمور هو ما كان لزوجتك وأولادك. مضمون الرواية بهذه الصورة.
دائما وأبدا. فالتضحية أمر مهم جدا. كذلك إذا كان هذا الشخص لا يكلفها فوق طاقتها، كثير من الرجال مع الأسف عندما يدخل إلى البيت ويرى شيء ليس في مكانه، أو أنه الطعام أتى ليس كما يحب، ملابسه ليس كما يريد، شيء من التقصير، لا يسامح ويتكلم ويقول كلمات تؤذي قلب الزوجة وتقهرها لأيام، بل هي أصلا قبل أن يأتي إلى البيت تخشى من قدومه، فتقوم فورا بتنظيف البيت وتقوم بتهدئة الأطفال أو بتنويم الأطفال. مع الأسف أنا أسمع بعض الرجال يعني يتصل بزوجته ويقول لها عندما أريد أن أصل عفوا إلى البيت أريد أطفالي نائمين، لا أريد أحد من أطفالي جالس. مع الأسف، وهذه هو هذا الرجل يعني غير مؤهل للزواج. أنا أستغرب يعني بعض العوائل كيف تزوج هؤلاء، يعني الذي يقول هذا القول، يعني الأطفال مشتاقون لرؤيته ويتصل ويقول لا أريدهم نائمين، لا أريد أن أرى. من حقك تريد بعض الهدوء في البيت، ولكن هؤلاء ليسوا بالخراف، ليسوا بالنعاج لكي تعاملهم يعني كحيوانات. على كل الأحوال، فهذه الخصلة الرابعة. أما الخامسة هو الاهتمام بكل ما تقول، الاهتمام بها اهتماما بكل ما تقول وبكل ما تريد، يعني بمعنى أنصت لكلامها عندما تكون لديها كلام، ولو كان هذا الكلام يطول لساعات أنصت لها. وكذلك الاهتمام بها من ناحية مشاعرها، من ناحية ما تحب وما تكره، بمعنى أداريها. إذا كان مدارات الناس العاميين كما قال النبي صلى الله عليه وآله، الناس الغرباء ثلثي الدين ثلثي العقل، فكيف بك وبمدارات الزوجة؟ كم يكون هناك يجب المدارات تكون أكثر وأكثر وأكثر، ويكون لك أجر أعظم. فإذا كان يداريك من ناحية اللفظ، من ناحية التصرف، ويستمع إليك ويهتم بأمرك ويستمع لما تحبين ويقدمه على ما يحب، فهذا الزوج ما زال يحبك. كذلك عندما يقوم بمدحك أمام الآخرين، بالتباهي بك أمام الآخرين، دائما وأبدا يتباهى بك، ليس كذبا وليس مجاملة، لا أبدا، وإنما يتباهى بك أمام أهله، يتباهى بك أمام أهلك، أمام الآخرين، بأن لديه زوجة لا تقصر في البيت، تعطي كل ما تستطيع له ولأولادها، تفعل وتضحي بكل ما أعطاها الله من قدرة لإسعاد العائلة. هذه الزوجة تستحق المدح والثناء. فإذا لم يمدحك وفقد دائما يذكر العيوب ولا يذكر المزايا والحسنات، فإذا هذا الأمر معيوب، هو لا يحبك أبدا. هذه الأمور الستة إذا كانت موجودة، فإذا هذه علامات تدل على أن الزوج محب لزوجته. أما إذا لم تكن موجودة، وهذه كلها المفروض في أيام الخطوبة وتستمر لما بعد الخطوبة، فإذا هذا الزواج يعني صراحة هو هذا طلاق. طلاق يعني اثنين يعيشون حالة الطلاق ولكن تحت سقف واحد. هؤلاء يعيشون الاثنينية مع الأسف، بين قوسين من لا تشارى، يخشون من المجتمع من كلمة الطلاق، ومن باب أن الأولاد لابد أن يبقوا فيما بينهم، يعيشون فقط من لا تشارى الخاطر الأولاد. نسأل الله سبحانه وتعالى هداية الزوج، لأنه هو المسؤول الأول والأخير عن رعاية البيت وبث الأمل والفرحة والبهجة فيه. المرأة تستمد، الزوجة تستمد عطاءها وقوتها وصبرها وفرحها وسرورها وإلى غير ذلك من حالة زوجها، من حالة زوجها. بمجرد أن الزوج يترك هذه الأمور ويهملها، تكون كالوردة فورا تذبل. الساق الحقيقي هو الزوج، مجرد أن لا يسقيها باهتمامه وحبه تذبل الزوجة فورا. فلا تقول بأن الزوجة هي الأول وأنا بعدين، لا، أنت الأول كما جاء في الروايات. برنامج
صباحات ولا أيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.